هو مقياس التحسن عندنا؟ كيف نعرف إذا أنا والله تحسنت أو لا؟ طيب أغلب الناس تحسب إنه والله إذا ما خف ألمي معناته أنا ما تحسنت، وهذا غير صحيح. إحنا ما نأخذ الألم كمعيار للتحسن فقط، إحنا عندنا معيار الوقت. كيف يعني وقت؟ يعني أنت والله الأول كان يجيك ألم كل 5 دقائق، لا والله الحين صار يجيك الألم بعد نص ساعة، هذا نحسبه كتحسن. في ناس نأخذ التحسن بالنسبة لهم عبارة عن إيش؟ عبارة عن وظيفة جديدة تقدر تسويها. زي إيش يعني؟ يعني مثلاً يجي شخص يقول لك والله أنا ما أقدر أطلع درجة واحدة، يجيك بعدها بجلسة يجيك والله بس أقدر أطلع الدور الأول، بعدين يجي الألم. فالألم موجود ولكن الوظيفة الجديدة صارت بالنسبة له تحسن. بعض الناس الألم، وجود الألم بالنسبة لها تحسن. كيف يعني؟ يعني كان يقول لك أنا ما كنت أقدر أشيل شيء بسبب الألم، دحين صرت أقدر أشيله بس في ألم، فوجود الألم بالنسبة له الآن تحسن. فالناس اللي تحسب إنه والله أنا إذا ما خف ألمي مو متحسن، هذا مو صحيح. إحنا دائما نحسب التحسن بالشيء الجديد اللي صار معاك في يومك.